يا حمامة وانزلي بدمار والهامة، يا طيري طيري يا حمامة وانزلي بدمار والهامة، هاتلي من حب علامة ساعة وخاتم الماس، يكفي عذاب حرام والله. الله الله، شيء رائع، أكثر من رائع. شكرا لك. نتكلم عن الإصدارين شوي ونقارن بينهم. الإصدار الأول من نظرة ويتضمن 7 أغاني، والإصدار الثاني خصامك مر ويتضمن 10 أغاني. خبريني شو اللي ميزتي الإصدار الثاني من الأول، أو شو الإضافة اللي ضفتيها ما كانت موجودة في الألبوم الأول؟ بالألبوم الثاني كان في تعاون مع أكثر من ملحن وأكثر من كاتب. بأول ألبوم كان ملحن واحد بس، هو الأستاذ عماد شمس الدين، وحتى العدد كتاب كان 2، يعني أستاذ صفوح شغالة وأستاذ. وكان اللون المائل إلى اللون الجبلي أكثر؟ لا، ما فيني أقول جبلي، لأنه الجبلي كانت بالنظرة، يعني هو الشعبي الرائج الخفيف. أيوة. والباقي كان كله مصري، يعني مصري ولهجة بيضة. لهجة بيضة. ما أيوة. كان في أيوة. شعبي أيوة. كتير. بتاني ألبوم كان في شعبي أكثر. أوكي. يعني كان في علماني، كان في جروحي، كان في قلوب مليانة. شعبي اللي احنا نسميه الجبلي نوع تقريبا، يعني فيك تقولي هيك. أيوة. لانه احيانا الشعبي بيكون هو شوي في ايقاع اكثر. اوكي. فبيقولوا شعبي. الجبلي يمكن شوي محصور اكثر بالعتابه والميجنه. اوكي. ما طرقتي لي الالوان اللي هي هذه الشبابيه الجديده اللي شوي داخل عليها معزوفات اجنبيه، ولا حابه تكوني بالاصاله اكثر؟ صراحه باول وثاني البوم ما كان في هيك. بألبومي القادم إن شاء الله حيكون في شغلات شوي غريبة. حيكون في على القليل سولو تسمعي شوي يكون غريب. ما يكون شيء كتير غربي ويبعد شوي عن شرقيتي، لأنه أنا بغني شرقي بحت، يعني فصعب شوي أني أنا فوت على هذا الموضوع. بس يعني فيني أقول في رومانس كتير بهذا الألبوم. الناس يمكن كثير عالم بتقولي ما فينا نتخيلك عم بتغني مثلا لفيروز، انه لانه صوتك قوي، لانه أيوة بتغني أيوة لصباح مثلا. صحيح صحيح. طب ما اللي قادر يطلع لهذا القوه ما يقدر ايضا يعني في اللون الثاني. فينا اقول انه القوه مع الاحساس بيعطي اكثر شوي. مع السيده فيروز ايضا صوتها جدا قوي، وكمان كمان فينا اقول سيده فيروز غنت يا جارة الوادي. أيوة. الناس اللي اعتقدت انه هي اللي بتغني دخلك يا طير الوروار ونسم علينا الهوى، ما فيها تغني يا جارة الوادي، بس انه قادره على جميع الالوان والطبقات. يعني فيني اقول الحمد لله بهذا الالبوم في بلا حب، هي اللي انا بعتبر حالي هي السكه الجديده لألي، أو الطريق الجديد اللي حأمشي كمان عليه. أني أنا أكون كتير خايضة أني أفوت اللون العاطفي. حلو. يلقلك يعني تهيأ لي يلقلش بعد، لأنه في إحساس. خصامك مر قلتي أو عرفنا إحنا أني هذه أقرب أغنية على قلبك. شو السبب؟ أول شيء السبب أستاذ صلاح الشرنوبي. أوكي. هذا مبرر يعني منطقي. هذا الكبير. نعم. استاذ صلاح هو امتداد للعمالقه اللي تركونا. ما كانت رساله لحد رويده؟ لا ابدا، انا من الناس اللي ما بحس حالي يمكن بدي غني لحدا ووجه له رساله علنا، يعني أيوة. انه ما انا اذا بحبه رح حبه بالبيت، رح حبه وين ما كان. واذا بطلع على الهواء وبدون ما اقول له بحبك حيعرف اني انا بحبه، فما في داعي انا اعمل له اغنيه مثلا. بس يمكن احيانا بكون عايشه قصه بحب انه اعملها بعمل، بس ما كثير فوت انا على هالقصص انه بدي اعمل اغنيه وبتحكي عن حياتي وبتحكي عن مدري شو خصامك مر لانه هو خصم. لا ابدا. ايوه. ما هذا موضوع مثل اي فنان. انا عم بعمل دائما دائما، لانه المستمع او المشاهد يتخيل انه اي اغنيه تغنى من قبل فنان فهو عايش هذه المرحله. صح. فما ادري، يمكن حتى نشعر فيها مصداقيه اكثر يمكن، فنضطر او نميل انه نصدق انه هذه الحاله يمر فيها الفنان. يفترض تصدقيها لانه لازم يكون احساسي صادق. يوصل لك. ايوه صح صحيح. انا مسؤوليتي وصل احساسي للناس. صح. لانه لما بكون عم غني مثلا، انا اكيد في ناس عايشين هالقصص. فانا لما عم غني ان كانت بنت حتوصل له، وان كان صح. شاب رح توصل له. صح. شركات الانتاج نتكلم شوي عنها. بدايه كنت مع شركه الشمس واستوى في قطيعه
وحاليا مع شركة العنود للإنتاج. هل أنت كنت غير محظوظة مع شركات الإنتاج؟ وسمعنا لفترة ما احتمال تعاقدك مع شركة روتانا ولكن ما تمت. هل أنت غير محظوظة ولا الحين تعتبرين أنه أنت مع العنود؟ أنا مع العنود الحمد لله محظوظة كثير. اللي عملت لي اياه عنود ما حدا عمله صراحه. حلو. واللي قدمت لي اياه خلال 6 أشهر ما حدا قدمه. بس قلتي نفس الشيء مع شركه انتاج شمس اول ما طلعتي. لا لا لك شو، شركه شمس اول ما طلعت هلا الحمد لله احنا انا وياهم كثير اصحاب ورفقه واصدقاء، احنا ما اتفقنا كبزنس. أيوة. لانه هن بيقولوا انه ما عندهم خبره بهذا المجال. ف قطيعه انتاجيه خلينا نقول او قطيعه اكيد يعني اكيد اكيد حتكون قطيعه انتاجيه لانه الفنان ما في يتاخر كثير على العالم. اذا تاخر ورجع بعمل اوكي، بس اما يتاخر ويضل قاعد سوري يعني في 100 حدا موجود محلي. صحيح. نحن صرنا بزمن كل يوم بيطلع مطرب، كل يوم بيطلع فنان، ونحن بزمن الفضائيات، يعني فيك تصنعي من لا شيء شيء على الفضائيه. فأنا هذا السبب اللي كان عندي مع شركة الشمس، أو هذا الخلاف اللي كنا ماشيين اللي أنا كنت بوقتها طارحته، والناس بعض الناس افتكرت أنه أنا كثير بتطلب. يمكن ولكن هو كانت أبسط حقوق شي 10 فيديو كليب مثلا أو شو. لا أكيد ما رح أطلب شي فوق الخيال. بس عم بطلب أنه يكون في اهتمام. صحيح. لأنه ما في، هن اعتمدوا صراحة على وهج سوبر ستار. يعني هني اخذوا هالشغله وضلوا لا ما فيك تستمر. لا لازم انت تخلص وتكمل بمرحله جديده. اللي انا وعنود حاليا، عنود ما سمعت شيء بسوبر ستار غير حاليا. يعني من جديد سمعت لي صراحه الاغاني مغنياته بسوبر ستار. لانه ما كانت عم تفكر بمرحله رويدة الهاويه، كانت عم تفكر بالصوت اللي موجود بين ايديها. ايوه. ولازم انا بعتبر هذا ذكاء، لانه الشخص المنتج لازم يكون كثير ذكي، لازم يكون عنده كثير اول شيء حس فني لحتى يحس بالفنان. بالتاكيد. الحمد لله يعني خلال 6 أشهر والناس كلها يمكن ادرى مني انا، بس بيعرفوا انه في فرق كثير بالشغل، بيعرفوا انه في كثير اطلالات لإلي. حلو. عدم تعاونك مع شركه روتانا، هل تتوقعي انه في ايدي خفيه وراء عدم وجود رويده في شركه روتانا؟ لا ابدا صراحه، وانا دائما بطل بكل برامج روتانا. ودائما بيتابعوني بكل اخباري، لو خبر صغير بيكون في الي محل موجود. اذا ما كان في الانتاج اكيد حيكون لعنود باذن الله. اذا ما كان انتاج حيكون توزيع، ما بتعرفي. أيوة. يعني فانا ما عندي مشكله مع اي شركه انتاج. وما عندي مشكله مع اي حدا. حلو. انا بسمع شيء الحين لانه يعني استغلك خير استغلال. على اخر لحظه نسمع تحت ابرك. الله يسلمك. نسمع خصامك مر. اوكي. شو رايك؟ حابه اسمع هذه. بدك تعرفي أي ليش رويده كثير حبتها. هم تيرارير تيرارير تيرار. خصامك مر خلاني اشوف الويل. تياري راري رارا هلول الصبر يا حبيبي لكان دوبني تعذيبي نهار مع ليل. خصامك قاسي مش عادي حرم نومي حرم زاد بقيت اندم على عنادي يا اغلى الناس يا حب العمر. فهمت الحين، فهمت ليش حبيها. حبيت على هلا فهمت الحين فهمت. ناخذ نريحك بعد شوي ومشاهدينا ناخذ فاصل اكيد، ومعايا اسئله كثيره حق رويده، واكيد نتلقى اتصالاتكم في اخر فقره حلقه اليوم. خليكم لا تروحوا بعيد ولكن